أرى مازال ما استقلنا، لازلنا ولا زالت أراضينا مغتصبة. مشاكل الكبرى اللي تخلقات هي أن موريتانيا أصبحت دولة وهي أراضي مغربية محضة. السلام عليكم ورحمة الله. من بعد ما خرج لنا السي حميد شباط أمين عام حزب الاستقلال بهذا التصريح الصحفي اللي كيقول فيه بأن موريتانيا مغربية، تصريح اللي أثار جدل ديك الوقيتة، ولقى السنكار ديال الحكومة المغربية بقيادة عبد الله بن كيران اللي قال عليه بأن التصريحات ديالو غير مسؤولة، تصريح اللي خلق أزمة دبلوماسية بين الجارتين المغرب وموريتانيا. وداز غير وقت قصير حميد شباط عاود ثاني خرج في واحد اللقاء صحفي كيعتذر فيه لموريتانيا وكيقول باللي هذا غير سوء تفاهم، وما تديوش عليا راه اللسان ما فيه هضره. واش يحسب ليك تدخل الحمام بحال خروج السي حميد؟ وحنا عارفين سياسي كبير بحالو امين عام حزب الاستقلال ما غاديش غير يجي يقول هاد الهضره، وامام الملا السياسه راه ماشي غير يجيبها فم يقول، وهاد الهضره ما جاياش من فراغ. كاينه شي حاجه تما، ولكن نجي بعدا. علاش هاد القيامه كامله نوض السي شباط؟ بغيتو تعرفوا حتى نتوما، ويلاه معايا نبقشوا شويه باش نكتشفوا واش في الخنيشه ونعريو على المستور. داكشي على صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام، وطلق معايا ديك الودينه وفتح معايا داك الدماغ باش تفهم وتعمر راسك بالمعلومات. قبل ما نبداو التبقشيش، الى عجبك الفيديو خلي لي جيم وما تنساش تشترك في القناه بطبيعه الحال، ويلا نبداو بسم الله. احنا عارفين باللي الجارة موريتانيا الحدود على الحدود مع المغرب، والهضرة ديالهم بحال الهضرة ديال خوتنا صحراوة، وغير هادشي ما غاديش يخلي سياسي كبير يقول باللي موريتانيا ارض مغربية. ولكن راه ما كاينش غير هو بوحدو اللي قال هاد الهضرة. ودابا كيفاش الفيلم؟ غادي نرجعوا بالزمن شوية اللور، قبل من هادشي، ملي الله شد المغرب للاستقلال، عام 1956، وفي واحد التجمع ديال حزب الاستقلال، وكان علال الفاسي هو الأمين العام للحزب ديك الساعة، خطب وقال: نطالب بكل أجزاء الإمبراطورية العلوية التي لم تحرر بعد، والتي تبدأ من طنجة شمالا مرورا بالصحراء الغربية وصولا إلى الصحراء والحدود الجزائرية، بشار الغواط، أدرار، مرورا بأطارف موريتانيا وصولا إلى السنغال. وإذا لم تتحرر هذه المناطق فإن من واجبنا أن نقوم بفعل لنحرر وطننا ونوحده. ومن اللي رجع محمد الخامس من المنفى، حزب الاستقلال خرج واحد الكتاب سماه الكتاب الأبيض، حط فيه واحد الخارطة ديال المغرب اللي كتبين باللي المغرب شاد موريتانيا وشاد واحد الجزء كبير من الجزائر. ولكن السي شنو اللي خلى حزب الاستقلال يحط هذه الخارطة بحال هكا؟ وتصنت لي يوم ما تزربش. المغرب وغير في الامس القريب كانت امبراطورية عظمى، وكانت الحدود ديالها شادة من الجزائر، موريتانيا، النيجر، السنغال، وبلا ما نذكروا المغرب من عهد الموحدين السعديين وزيد وزيد حتى للدولة العلوية. الدولة العلوية في واحد الوقت في الحكم ديال السلطان الحسن الاول في القرن 19 تقسمت لجوج مناطق، بلاد المخزن وبلاد السيبة. بلاد المخزن هي المناطق اللي كان فيها القيد والباشا والشيوخ، كان حاكمها المخزن. وبلاد السيبة هي المناطق اللي تمردوا فيها القبائل، ما بقاوش باغين يدفعوا الضرائب للمخزن وما قدرش المخزن يحكمهم. في ظل الفوضى اللي كانت كتعرفها بلاد السيبة والزيار اللي كانت كتعرفوا بلاد المخزن، بدات كتقسم بلاد السيبة لعدة قبائل وتتكون جمهوريات صغيرة. وفي عهد السلطان عبد العزيز اللي شد الحكم وهو باقي صغير، عنده 14 عام، والسيد باقي صغير وباقي باغي يعيش الحياه، الشيء اللي خلى المغرب يعيش واحد الازمه ماليه خنقاته من بعد الاموال اللي كانت كتصرف غير على والو، وعاد زيد الجفاف والمجاعه اللي كملات الباهيه، وبدا كيقصد الديور الكبار باش يتسلف. اوروبا في الدمه، الشيء اللي خلاه يفتح ابواب المغرب امام الحاجه اسبانيا والحاجه فرنسا اللي تعاهدوا باش يقسموا المغرب من اللي احتلوه، وكملها وجملها السلطان عبد الحفيظ اللي تنازل على المغرب في معاهده فاس ودخل فرنسا من اوسع الابواب. وبموجب الاتفاقيه اللي كانت بين اسبانيا وفرنسا، شدات اسبانيا الريف في الشمال وسيديفني وطرفايا في الجنوب، وشدات فرنسا المنطقة الوسطى وموريتانيا اللي كتعرف باسم بلاد شنغال. وملي شد المغرب الاستقلال ديالو كانت موريتانيا باقة تحت الاستعمار الفرنسي، وكيف ما قلنا خطب المرحوم علال الفاسي وطالب باستقلال جميع أجزاء المغرب بما فيهم موريتانيا، وكان هادشي من وراء عودة الملك محمد الخامس من المنفى. وفي عام 1958 في الزيارة الملكية لمنطقة محمد الغزلان اللي زارها محمد الخامس وخطب فيها واحد الخطاب تما اللي رحب فيه بشيوخ ديال القبائل الصحراوية وشيوخ قبائل شنقيط اللي جاو يجدوا البيع والولاء، وأكد فيه التمسك ديال المغرب بالأراضي الصحراوية ديالو ومن هاد الأراضي موريتانيا. وإننا نحيي نفوسهم الأبية وعزماتهم القوية، ونرحب به في وطنه وبين أهليه وعسيرته، ونؤكد لهم بدورنا، وليبلغ الشاهد منهم الغائب
أننا سنواصل العمل بكل ما في وسعنا لاسترضاع صحرائنا وكل ما هو ثابت لمملكتنا بحكم التاريخ ورغبات السكان. ودار محمد الخامس واحد الخطوة، قدم طلب للأمم المتحدة وقدر يقنع واحد المجموعة من الدول العربية باش يوقفوا معاه في هذه القضية وبالأحقية ديال المغرب في موريتانيا. ولكن مشات الأمور بالعكس، حيت قبل ما تدير الأمم المتحدة حتى لعبة وتحت واحد الخيمة في نواكشوط اللي كان حاضر فيها واحد العدد من الشخصيات الفرنسيس والأفارقة وعدد من الصحفيين الأجانب، كيعلن الرئيس المختار ولد الدهن انفصال موريتانيا عن المغرب من بعد ما اتفق مع فرنسا على الاستقلال، وقال: بناء على الاتفاق الذي عقد بين كل من الجمهورية الفرنسية والجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 19 أكتوبر 1960 وهو الاتفاق المصادق عليه من لدن برلماني الدولتين، أعلن استقلال الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وما جافيني كمل كلامه حتى كتسمع التصفيق والزغاريت والبلبالة، وكانت هذيك هي أول بداية لما يسمى الجمهورية الإسلامية الموريتانية. المغرب ما اعترفش بموريتانيا كدولة لأن موريتانيا كانت ولا تزال مغربية وديما كانت تابعة لحكم سلاطين المغرب. وما ننسوش نهار صيفط ليهم السلطان عبد العزيز جيش باش يجريو على جيش فرنسي من تيجيك، جا في معركة السيل الشهيرة، والمبايعات اللي كانوا كيبيعوا أي سلطان تولى حكم المغرب وحتى العهد محمد الخامس. ولكن من بعد الاستقلال ديال موريتانيا والانضمام ديالها للأمم المتحدة ومن بعد ما اعترفت بها شحال من دولة ولا الموقف ديال المغرب ضعيف، الشيء اللي خلى الملك الحسن الثاني اعترف بموريتانيا كدولة مستقلة. واخا كان الحسن الثاني اصلا من المؤيدين ديال استقلال موريتانيا، لانه في واحد الخطاب قال: لو كنت ملكا لحظة استقلال موريتانيا لكنت اول المعترفين بها. وعلى الفاسي كان كيبكي بحرقة على ضياع جزء من الاراضي المغربية والجهد ديالو ضاع هباء منثورا، حيت كان خدام من عام 1957 كيجمع في شي وثائق اللي كتبت الاحقيه ديال المغرب في موريتانيا، وكان كيعاونو اليازغي وعباس الدكالي وبن زكري، كانوا خدامين كاملين كيجمعوا في الوثائق من الارشيف الفرنسي، وثائق الخارجيه الفرنسيه والوثائق اللي كانوا كيصيفطوا الحكام الفرنسيين من الجزائر وداكار اللي كانت متعلقه بموريتانيا والصحراء. وهذه الوثائق كانت حصيصه كبيره حيت كانت فيها اعترافات ديال الفرنسيين وبالاقتطاعات اللي داروها في البلاد، وهذه الوثائق كانوا محتفظين بها في المقر ديال حزب الاستقلال. وحميد شباط ما قالش ديك الهضره من فراغ، حيت هذه القضيه من اولى اولويات حزب الاستقلال اللي باغي ينفذها وهي في اللائحه ديالو. الشرع عندي بعد تسجيلات ديال قاده الحركه الوطنيه منهم السي اليازغي اللي تيقول ان على الفاسي لوحده وحزب الاستقلال اللي كان تعرف الحدود الحقيقيه ديال المغرب اللي تتمتد من سبته الى واد السنغال. ولكن من اللي اعترف الحسن الثاني بموريتانيا كدولة مستقلة وأصبحت دولة وكيان قائم بذاته، احنا المغاربة كنعترف بموريتانيا كدولة مستقلة ونكن لإخواننا في بلاد شنقيط بلاد مليون حافظ لكتاب الله، نكن لهم كل الحب والاحترام والتقدير. وحنا ما كنهضروش في السياسة بقد ما كنهضرو في التاريخ، التاريخ اللي ما قررناش في المقررات الدراسية، التاريخ العظيم لبلاد المغرب، التاريخ اللي خاص كل مغربي ومغربية يعرفوه ويفتخر به. كنتمنى تكون استفدتي معايا واخا غير شويه. السلام عليكم.